ما بدخن، ما بأرجل، هاي الأشياء. بحب كثير الحركة. كنت دائما بستنى، حتى من أيام الجامعة بستنى أي وقت ألاقي إني أطلع على البراري، أطلع على جبال، أطلع على الأشياء. من أي عمر تقريبا محمد بلشت؟ يعني من أنا صغير بحب هالأشياء. من أنا صغير صغير يعني بنطلع، بتعرف إحنا الأردني دائما نطلع من هش ومن نش والقصص. انت بلشت احنا عملنا من هناك، عملنا شوي ديفلوبمنت من طريق المطار لجوا. ايوه، من طريق المطار لجبال العالم. حلو. فجمعت رياضه وحب الطبيعه اللي هم اكثر شيء انا كنت اسويهم بحياتي. كنا دائما نطلع، بتعرف ملفلف بالسياره، بتدور لك على منطقه غريبه لانك تقعد فيها رواق هيك شيء. بعدين صرنا نمشي لهي المناطق. حلو. صرنا ناخذ الموضوع بدل ما هو ياخذ معنا يوم انه نوصل ونرجع نفس اليوم، صار ياخذ معنا يومين. صرنا نطور الموضوع. بعدين مع الرياضه الواحد دائما بحب دائما التشالنج، اكيد مخه دائما بحب التحدي. فطورناها الحمد لله، يعني انا ومجموعه من اصحابي صرنا نطلع على اعلى قمم جبال العالم. اوكي، هلا هذا الشيء راح نوصل له هلا كمان. يس. شوي بس انا كنت يعني حابب اعرف اكثر شو اللي بيخلي شاب بعمر صغير يقرر انه يصير يطلع هاي الرحلات بدل ما يروح مثلا على اي محل تاني، يروح يطلع يلفلف بعمان، يعني الريجلر او الطبيعي تبع شباب عمان. ليه قررت انت والمجموعه اللي معك دائما بيطلعوا انكم تختاروا تروحوا تشوفوا؟ هي بصراحه يعني كل واحد وين بيلاقي حاله. في ناس بيلاقي حاله خلص بيحكي لك بحب اروح اكل بمطعم اتعشى بعدين نروح نلعب شده وارقل لي راس الارقيه واحط راسي وانام. اوكي. انا ما لقيت حالي بهي الاشياء. اي دونت انجوي ات، يعني مش متعتي لانه اروح العب شده او افوت محل فيه ارقيل او شيء. حتى لما كنا نطلع هاي الاماكن كنت انزعج يعني. فلما صرت اطلع هاي الطلعات انه طبيعه، تقعد مرتاح، بتريح راسك كثير، ما في داعي لمجاملات ولا شيء نحكي صراحه. لانه اغلب الناس اللي بتشاركك نفس الانترست، يعني نفس نحكيها الحب هذا الشيء، بيكون نفس طريقه المخ يعني. فبتكون انت مرتاح جدا بالتعامل وبالقعده وكل شيء، فما في داعي لاي نوع ابتذال، اي نوع مجاملات، اي نوع زي ما يحكوها كذب ما له داعي يعني. عادي راحتك وبنفسيتك وبتقعد خلص هيك بهالشيء بالخلايا. محمد، قد ايه بفرق معك الشله او الناس اللي معك؟ قد ايه لازم تكونوا انتم معتمدين على بعض؟ هلا هي بتبلش هيك. بتبلش دائما بدك حدا يعني بدك حدا يدعمك. بدك حدا يرافقك انه يمشي معك، تطلع تتسلى، بدك حدا يشد على ايدك. دائما احنا بدنا واحد يسحبنا طبعا. فهي هون كان في مجموعه. بعدين انت بعد فترات بتصير كمان مرات بتحب انت تتحدى نفسك وتطلع لحالك. يعني انا صرت سافرت كم من سفره، كنت انا بدي اتحدى اشوف انا ممكن ازهق، ممكن ايش اعمل. اني سافرت كم من بلد لحالي. لحالك؟ نعم. اها، فتحسها تجربه نفسيه نوعا ما. كثير كثير، لانه انا بصراحه بوادي رم بعرفش ليه، مع انه كنا مع يعني مجموعه وكان في سياره وبيك اب ومعنا يعني سيف خليفات كمان كان معنا، المفروض كان يكون معنا اليوم بس مريض الاستاذ سلامات. فلما طلعنا هناك حسيت التجربه نفسيه نوعا ما. يعني كيف تختلي بنفسك عن جد. فانت انا بحب يعني انت لانك شفت كثير اكثر مني، فبتحس عن جد هي تجربه نفسيه، ممكن نوع من انواع انا بعتبرها هي تطوير للذات. سيلف ديفلوبمنت بشكل مرعب. يعني ممكن الشخص يتصالح مع نفسه من وراء هيك رحلات، من وراء هيك طلعات. يعني بهاي الاجواء انت بتصير تكتشف نفسك وبتصير تختبر نفسك، ومنها صفاء ذهني كامل. يعني بتحس هذا الاشي طورك نفسيا بشكل مش عادي. مش عادي جدا. طيب احنا يعني عم نسمع هاي الاغنيه، انا من ايه. محمد، بدي احكي عن الرحله الكبيره اللي عملتها، اكبر رحله انت عملتها بحياتك لحد اليوم، واللي شفنا صورك بكل مكان على السوشيال ميديا، كل حدا كان عامل شير. بدي تحكي لي اكثر عن هاي الرحله. هلا هي اخر رحله كانت على اعلى قمه بافريقيا اللي هي كليمنجارو. كانت بشهر واحد السنة الماضية. شهر واحد هاي السنة. بشهر واحد هاي السنة. ارتفاع الجبل كان 5000، يعني تقريبا 6000 متر، 5985. كم شخص كنتوا؟ طلعنا من الأردن تقريبا 18. بيضل. الحمد لله، يعني احنا كنا مجهزين حالنا، متدربين، كل فريق كويس، وكنا ون تيم يعني من زمان. ولازم تكونوا اكسبرت او عاطين مسافات او هيك متدربين ولا خلص؟ هي لازم هي صراحة موضوعها كثير ذهني عقلي جدا، يعني نسبة العقل بتفوق على الجسم.
جسم بني آدم رائع إنك تكتشف جسمك بهيك رحلات. طبعاً. جسم بني آدم كثير بتأقلم بسرعة، بتطور لحاله بشكل مرعب، بس مخك اللي بتحكم فيك. صح. يعني هو منتلي، أنت بهيك رحلات تحتاج 60% مخك يكون هو اللي مشغلك، و40% فيزيكلي اللي هي عضلاتك وتدريبك. أوف. في شغلة صغيرة صارت معاي، إحنا رايحين على قاعدة إيفرست، كانت الرحلة هي 14 يوم، كانت أول رحلة هي. فكان في مرحلة عند 3800 متر تقريبا بدنا ننام بهاي القرية. كل أموري تمام. هلا أنت عند 2800 بلش الأكسجين يخف كتير، وأنت جسمك بحس إنه الأكسجين خف. على 3800 عم بريح بدي أنام، جسمي مرة يعني أهل القرية متعودين على أهل القرية ساكنين هناك، بس هم بالموسم بيجوا بسكنوا فيها. أوكي. لأنه هناك انهيارات جبلية وتلج كتير. فبالليل بدي أنام، مرة واحدة لما جسمي ارتاح اكتشف إنه ما في أكسجين. أوف. فهنا أنا بلشت أختنق، بلش جزء من مخي يعطيني إنه في بانيك أتاك، إنه أنت رح تموت هلا. أوف. إنه ما في أكسجين وما فيش إشي تعمله. تخيل أنت قاعد بمكان ما في أكسجين، طلعت برا الشباك جوا الشباك بالغرفة تحت بالأرض تحفر، فيش أكسجين. فيش أكسجين. جزء من مخي بيعطيني إنه في بانيك أتاك، جزء من مخي الثاني عم بقنعني إنه لازم تهدى وتروق، لأنه أنت هيك بتقتل حالك. حلو. البانيك أتاك لأنه ممكن يقتلك هناك. فطول الليل بقنع بنفسي إني ما عم بموت، وشو اسمه أموري تمام. سلكنا هالليلة الحمد لله رب العالمين. ثاني يوم باجي بدي أنام نفس الفيلم. أوف. بس وقت النوم لما جسمك يرتاح. لما جسمي يرتاح بكتشف إنه ما في أكسجين. حلو. هون صار عندي صراع على المخ، اللي هو إنه بده يقنع جسمي إنه ما في إشي، وأنا عارف إنه في قلة أكسجين، وفي جزء ثاني من مخي بيقولي لا أنت هلا عم تموت ولازم تموت، وبصير عضلات قلبك تدق بسرعة. أوف. فهذا الديبيت بصير بمخك. أنت هون عم بتدرب دماغك. بتصير أنت هون بتجبر مخك إنه يروق جسمك، وأنت تروق وبدك تهدى غصب عنك، بدي أنام وما بده يصير فيه إشي. فهذه كانت سيلف ديفلوبمنت، واحدة من الأشياء اللي كانت يعني غيرت جزء من مخي ومن حياتي. يعني هي إنك تطلع على قمة بالعالم، مش بس إنه أنت وصلت على هاي القمة، انت وصلت لقمه نفسك كمان تقريبا. يعني نحكي صراحه، اللي هي اطلع قمه بالعالم كثير ناس طلعت، مش اعلى قمه، يعني اي قمه، حتى على قمه بالعالم كثير ناس طلعوها. صح. عرفت كيف؟ الاتشيفمنت الانجاز بيكون بنفسك انت كشخصك، بالرساله اللي انت بتوصلها. انت بالطريق كثير بتقابل اجانب، كثير بيجي ناس، بيجي صحفيين وتقارير صحفيه بيجي بيسالوك انه انت من وين. بالعاده لما يعرفوا انه احنا من منطقه الشرق الاوسط بنصير احنا سفرة. ولازم هون انت دائما تعرف، لازم تكون شخص انت جد لما تطلع، انت سفير. أكيد. في مسؤولية عليه كتير كبيرة طبعا، لانه الاشخاص اللي بتقابلهم بالجبل بيصيروا جد اصحابك طبعا، فش غيرهم حاليا. لا مش هيك، حتى لما تروح، لانه انتوا بتتشاركوا بنفس الاهتمامات، بتضلكم دائما على تواصل، احترام متبادل شديد، لانه انتوا عارفين انه انتوا اشخاص عندكم انجازات، تعبانين لحالكم، وصلتوا مرحلة ذهنية إنه ما في حدا فيكم عنده مرض نفسي، ما في حدا فيكم عنده شوفة حال. أوف. ما في حدا فيكم عنده كذب، يعني تشوف الناس بتصير تشوفها على طبيعتها، على خامتها الأصلية، على خامته الأصلية. صحيح. صراحة يعني حكي عن جد كتير مفيد. أنا كنت عارف ومتأكد إنه الناس اللي بتطلع بهاي الرحلات، يعني مثلا نفس أنت حاليا وسيف خليفات، الناس اللي بتطلع بهاي المغامرات عندهم في إشي مشترك دائما، اللي هو خلينا نسميه الهدوء النفسي. وهذا الصعب تلاقيه عن جد بأي حدا بالمدينة ساكن. فدائما يعني أول برنامج حكيت للناس إنه أي حدا عنده أي وقت ممكن يطلع على أي مكان، بعرفش إذا صح غلط يعني صلحني، حتى لو قريب بطريق المطار، ابعد شوي صغيرة، المهم إنه أنت تطلع من المدينة. أنت بتكره المدينة. هذا أساسي جدا. لما تروح مكان جد إحنا عم نكون مجانين بتلفوناتنا. صح. ليش؟ عرفت كيف؟ انت كنت عايش قبليها بدون مشكلة، ليش انت كل ما تمسك تلفونك هاد تلعب فيه؟ هلأ الحمد لله كل عطلة عم نطلع اماكن جد ما بيوصلها ارسال، واحنا كتير مبسوطين، وانا بناشد شركات اتصالات ما يوصلها ارسال. بتوصل ما في تليفون، بتلاقي الجروب مرة واحدة رجع يحكي مع بعض. حلو. فاطلع بشر. اطلع مكان جد ما فيه كهرباء، اطلع مكان جد ما فيه تليفون، اطلع مكان ما بتوصل السيارة. حلو. امشي، اعرف امشي دغري، ما تبعد كتير، ما تفوت اماكن خطرة شوي، امشي دغري، اقعد على اي مكان هيك انت شايف فضاء قدامك،
بس تطلع قدامك وتنفس ما تعمل ولا شيء. مستحيل صراحة عن جد يعني مستمعين لكل حدا عم يسمعنا، وهلا كمان صرنا لايف على الفيسبوك على سيرة التليفونات، صرنا لايف على الفيسبوك يعني لابد منها. بس عن جد هناك لما تروح بأي مكان بوادي رم، حتى العين، عيننا احنا اللي ساكنين في المدينة مش متعودين كثير على الفضاء هذا الغريب يعني، لأنه متعودين العمارات قدامنا وكذا. فيعني بصراحة عن جد أي حدا هيك عنده مشكلة نفسية، متوتر دائما، عنده قلق، عنده أرق، بتخيل هذا هو أحسن علاج. يعني هلأ إحنا الفولمون من إحنا كنا نحكي عنه من شوي. من أحلى الأشياء اللي بعملها بحياتي في الأردن. يعني الحمد لله عملت يمكن أغلب المغامرات اللي بتصير بالأردن والمجنونة والعادية، بس من أجمل الأشياء اللي عملتها بحياتي بالأردن كانت بوادي رم، كان فول مون. أنت تخيل بالصحراء، أنت شفتها قدام عينك كثير هاي الكبيرة، أنت لحالك عم تمشي ما في ولا صوت وما في ضوء غير ضوء الأمر ضوي لك الطريق، وأنت ماشي بهذا الطريق شايف الجبال خيالات وأنت ماشي وما في ولا شخص ولا في أي إشي. هون أنت بتدخل بعالم صراحة يعني عن جد. أنا حكيتها لسيف ولا بحكي لك يعني، إحنا كتير بنحسدكم عن جد اللي عندكم هاي الرغبة دائما إنه أنتوا بتقدروا تطلعوا وبتقدروا تروحوا على هاي المكانات. عمرك ضايعت؟ دائما جد؟ كثير. ما بصير معك هذا البانيك إنك أنا ضايع بنص الصحراء وبعرف؟ إذا في أكل ما عندي مشكلة، وإذا ما فيش أكل مصيبة. لا دائما أنا زلمة احتياطي، يعني بحب دائما أخذ احتياطاتي كاملة، اكل، مي، الادويه اللي بتحتاجها اذا اخذ ضربه شمس، اذا صار معك لا سمح الله كسور، صار معك اي شيء، دائما هدول موجود بمشيش بدونهم. حلو. لاني عارف اني ممكن باي وقت يصير معي، الطبيعه ما حد بيقدر يتحكم فيها طبعا، فممكن يصير معي صدفه حيوانات مثلا، شيء هيك كبير شيء. هلا شوف انت، انا من النوع اللي ما بركز على شيء. شوف اذا يعني بالطبيعه اذا خفت او خليت الخوف يدخل ببالك، هذا من انواع اللي كمان بحكي لك سيلف ديفلوبمنت. اذا فكرت بالخوف انت بتكون عم تاذي نفسك، لانه ممكن انت تكون على حفه الجبل ويدوب ماشي بطرف اصبعك. اذا فقدت ال برجلك انه انت يو دونت تراست يور ليج، عرفت كيف؟ حسيت حالك انه انت رح توقع، انت وقعت حالك ايميديتلي بتوقع وبتكون قتلت حالك يعني وانشر. فانت لازم ما تطلع على المخاطر وتدير وذت عادي وتمشي معاها، لانه انت وانت ماشي بالجبال بنطلعها بتاكل عاصفه مرعبه. بصير معك اي كوارث، عرفت كيف؟ بس خلص يعني بتعرف كيف اللي بزنب يحكوا تيك ات ايزي وبضلك ماشي، لانه اذا ركزت بالموضوع انت خفت ودمرت حالك وضعت وقتلت حالك. ممكن توصل مرحله انه انت حلو كيف تأذي نفسك يعني. فكره وانت عم تحكي فكره انه انت عم تتحكم بدماغك يعني. مهند شروق تعرف صح؟ مهند هلا دخل على الاستوديو صديقنا وزميلنا، فشكلك صحبي معه. على كل حال حلو فكرة انه انت عم تتحكم بدماغك، هذا الاشي او عم بتدرب دماغك. يعني هي اكثر من مجرد رياضة جسدية، خلينا يعني نحكي هي عقلية كمان. تصير انت تتحكم بايش يخوفك ايش ما يخوفك. لما تعمل زي ما يحكوا لها الروك كلايمينج اللي هو التسلق على الجبال الحجرية، بتكون مربط بحبال واشي، بتوصل مرحلة ممكن يكون الجبل كتير سهل، بس انت عم تطلع مرة واحدة بيجي خوف لا شعوري ما لك دخل فيه، انت بيجي خوف بدخل بعقلك، بصير معك تشنج وانت معلق بنص الجبل ماسك هيك بالحيط ورجليك هيك، مش وقته يا خوف. خلص you can't move، مستحيل. هون بيجي وقت انه انت تتحدى مخك وتحكي له اشتغل زي العالم وما تخوفني، انا رح اكمل. لانه اذا خليته هذا راح ياخذ كل الباور وراح تنزل توقع طبعا 100%. يعني محمد بدنا نعرف كمان عن النكست بروجكت، المشروع القادم تبعك ان شاء الله عم تجهز له، فبدي اسمع منك صراحه. يا رب ان شاء الله. هلا هذا بشهر 12 اخر 12 راح اطلع انا وصديقي احمد بني هاني على جبل اسمه اكونكاغوا. هذا الجبل موجود بالارجنتين، يعتبر أعلى جبل بالعالم خارج منطقة الهيمالايا. ارتفاعه تقريبا 7000 متر، هو 6985 يعني 7000 متر. الجبل راح ياخذ معنا 22 يوم. هلا هذا تسلق ولا هايكينج؟ انه يعني عم في بارتس هايكينج وفي بارتس تسلق. هلا هي بيحكوا لها ماونتينيرينج بس بالعربي لانه ما لها ترجمه. ماونتينيرينج اللي هي تجمع هايكينج مع كلايمينج، يعني مشي وتسلق. مشي وتسلق. كم يوم راح يقعد هذا؟ 22 يوم ان شاء الله. 22 يوم عم تطلعوا بالجبل. اوف. الحلو الطلوع ممكن بيكون على الاغلب بيكون 18 ونزول 4.
18 يوم تطلع كرفت 4 أيام. شوف كرفت 4 أيام. يعني بصراحة كل التوفيق دائما، وأكيد دعمنا يعني أكيد في مواضيع كثير عن الدعم. بتلاقوا دعم لمثل هيك رياضات في الأردن؟ صراحة كثير صعب، عانينا كثير من الموضوع. بس يعني أنا بصدفة الحمد لله رب العالمين الأسبوع الماضي تيسرت لي إنه لقيت دعم من شركتين محليات. إذا حاب تحكيهم عادي، ما عندناش مشكلة، لأنه بندعم المحلي بجميع أشكاله. هي شركة أصلا هو عصير أسترالي اسمه إيمان تومز. أوكي. إله وكيل في الأردن. و يس جايبه معه. وفي عسل اسمه منوكا هاني. منوكا هاني هذا كمان شيء كثير مهم وهيلثي. الاثنين هم لانهم بيساعدوني كرياضي وبيساعدوا الرياضه، فهم الحمد لله رب العالمين عرفوا انه ممكن انا افيدهم، استفيد وافيدهم اذا هم دعموني. حلو. شو بتحب توجه رساله شو بتحب توجه رساله لكل حدا ممكن عم بسمعنا لليوم، سواء جهة داعمة أو للناس العادية، كيف ممكن الناس تدعمك كشخص بهيك رحلة؟ أنا كشخص بوجه رسالة هلأ للشركات، بس بدنا إياهم يطلعوا على المواهب، على القدرات الأردنية ويشجعوها. مش عم بحكي عن نفسي، في رياضيين ما شاء الله عليهم لهم إنجازات عالمية ومش لاقيين يندعموا. بتمنى الشركات تطلع عليهم وتدعمهم، زي ما أحمد أبو غوش رفع علم الأردن وما كان حدا داعمه، لما رجع بلش ياخد دعم. في عنا كتير زيه إن شاء الله، وهو رح يكمل ورح نطلع رياضيين. يعني أنا دائما بحس يعني بأفخم أفخم صورة أكيد. ورسالتي كمان لشبابنا صراحة، اطلعوا برا الحلقة تاعتكم واكتشفوا العالم، تشوفوا العالم الخارجي. يعني احنا جماعة مثلا نحكي عمان غربية بضل بعمان غربية، عمان شرقية بضل عمان شرقية، اللي ساكن بإربد بضل بإربد، اللي كل واحد بمنطقته ما عم بيطلع منها أبداً. اطلع منها، تعرف على ناس جديدة، شوف الناس برا كيف عايش، امره بسيارتك صفها بالمنطقة هاي، فوت على دكان هناك وقعد مع صاحب دكان اشتري منه، وكل الناس شعب أردني مرحب بشكل رائع اكيد. فاطلع غير والله، بس تكتشف الناس برا، تكتشف ان انت كنت جد مش عايش. صحيح. لما تكون انت محاصر نفسك بس بأكم من شخص بأكم من محل بمنطقة معينة، واللي بيزعجك انه الناس بتعرف برا الأردن أكثر من الأردن 100%. يعني هذا الاشي كتير بداية دائما بنحكي عنه، اللي هو انه في ناس كتير من برا، من أمريكا ومن أستراليا ومن إنجلت، بيكونوا عارفين عن البتراء، وإحنا بنستحي نحكي لهم انه احنا مش زايرين البتراء. هذا عن جد، هو عارفين عن وادي رام، وإحنا الخميس الجمعة الماضية رحت على وادي رام. فمحمد زياد عبد اللطيف، انا كثير مبسوط انه انت اليوم كنت معنا. عن جد يعني انت موهبه اردنيه، وكل الدعم وايش ما بدك، يعني ان شاء الله احنا نقدر ان ندعمك باي شيء بنقدر ندعمه. حابب نعمل لك دعايات، ما عندناش مشكله نعمل دعايات. فعلى كل حال بشكرك وبشكر وجودك اليوم معنا، واكيد موجه تحيه كمان لسيف خليفات اللي كان المفروض يكون معنا، ونتمنى له الصحه والشفاء العاجل. قديه رهيب هو وعيلته، مستحيل انه بنته الصغيره بتطلع بتروح. ما شاء الله بنته الصغيره بتخافش من لا العقارب ولا اي شيء، وهي بتدلنا على الطريق، وبنته كثير صغيره الله يحميها ان شاء الله. انا بشكركم كثير ونشام اف ام ابو حميد حبيبي والشباب كلهم، والله ما قصرتوا، وفرصة يعني رائعة انه بالعيدها ان شاء الله بعد ما تخلص من الجبل اللي بالارجنتين. هذا اساس اسمه كتير صعب اكيد. اكون كاغوا، اكون كاغوا، اكون كاغوا، اكون كاغوا. وبلكي هناك حكينا معك تليفون انت هناك، يلا شو رأيك؟ ان شاء الله بكون معكم تليفونات ولا على الاغلب بكون معنا ست تليفون. خلص 100% بلكي حكينا معك من هناك ان شاء الله. اذا محمد زياد عبد اللطيف موجود صفحته على الفيسبوك، صفحته الشخصية جاي صفحة الشخصية، بتقدروا تعملوا له فولو، صور بتجنن اشياء هيك، ودائما اطلعوا وشوفوا من برا. طيب خلص 100%. خلينا نروح نسمع اشي بعدين راح نرجع ونكمل بهاي الليلة.